يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل توفاه الله ولم يصم رمضان عامين، رجل توفاه الله ولم يصم رمضان عامين، وترك الصيام بعذر أنه مريض بالسكر وبدون مشورة الطبيب، والذي يظهر لنا أنه قادر لأنه هو الذي أفتى نفسه بترك الصيام لمدة عامين. سؤالهم: هل يقضي عنه أولياؤه أو يطعم عنه أو يترك؟ الأفضل أنهم يصومون عنه، الأفضل أنهم يصومون عنه، وإذا كان ما يعني يقدرون على الصيام أو يشق عليهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكين. نعم.